ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. خليل، أهلا بك. كيف ربما تتناول في الداخل السوري، كيف يتم تناول هذه الزيارة؟ ومن اللافت خليل أنه ربما قبل ساعة من الآن كانت هناك تصريحات لبكين أنها تنوي رفع العلاقات مع سوريا لمستوى الشراكة الاستراتيجية. اهلا داليا، في الحقيقه وسائل الاعلام السوريه وجميع المراقبين والمحللين في سوريا ينظرون الى هذه الزياره بايجابيه وباهميه كبيره، باعتبار انها هي اول زياره للرئيس السوري بشار الاسد من اندلاع الازمه باتجاه الصين، وما سبق هذه الزياره زياره الى ايران وروسيا باعتبار هما حلفاء للحكومه السوريه. اما بالنسبه لموضوع ما يامل السوريين من هذه الزياره، وحسب ما تم تداوله في وسائل الاعلام السوريه تحتفت بشكل واسع جدا، وخاصه لنشرات اخبار وبرامج تحليليه وحتى صدر الصحف في تناول هذا الموضوع، باعتبار أن الصين اليوم هي على موعد على خطوة استراتيجية كما ذكرت وكما ذكر البيان الرئاسي السوري والصيني، بأن تنتقل إلى مرحلة استراتيجية بحيث تكون سوريا كما هو مأمول وكما تناول التحليل هذا الموضوع، بأن تكون سوريا هي بوابة الصين في الشرق الأوسط وفي هي المنطقة الصناعية الأولى للصين في الشرق الأوسط. وهناك كانت هذه الخطوة هي تقريبا منذ عدة سنوات، لكن الحرب التي تجري في سوريا وجرت منذ تقريبا 13 عاما أخرت هذه الخطوة، لكن اليوم هناك إحياء واضح لهذا الموضوع وتم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم هذه في المجال الاقتصادي، في المجال التعاون بين الجانبين، وأيضا في مجال التعاون في مبادرة الحزام والطريق التي تقريبا هي مفتاح هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار أن سوريا هي الأقرب لأوروبا عن طريق البحر المتوسط. وكما ذكرنا هناك كان مشروع لمد طريق بين ميناء طرطوش السوري ومدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومن ثم باتجاه العراق وباتجاه إيران حتى يكمل موضوع مبادرة الحزام والطريق التي هي كانت في الأساس هي مبادرة طريق الحرير. نعم. ربما خليل أيضا من اللافت الحديث عن أن الصين ستساعد أو تدعم سوريا في مسألة إعادة الإعمار، ما المتوقع سوريا في هذا السياق خليل؟ في الحقيقة بالنسبة لي بهذا الموضوع، يعني كان هناك حديث سابق لهذه الزيارة باعتبار أن الصين هي ليست تقريبا مرفوضة من قبل البعض، الصين هي عملاق الاقتصاد وعملاق الاستثمارات، وأن الشركات الصينية قدمت الكثير من الدراسات لإعادة تأهيل بنى تحتية وأيضا بناء مدن متكاملة في هذا المجال. لكن كما تعلمين موضوع إعادة الإعمار في سوريا ليس هو قرار سوري صيني أو حتى قرار هو روسي سوري، لكن هذا قرار أممي ويحتاج أيضا إلى دعم من جميع الدول المعنية بهذا الموضوع، ويحتاج إلى مؤتمرات دولية لإقرار دعم بناء المدن السورية المدمرة، إن كانت في مناطق سيطرة الحكومة السورية أو حتى في مناطق سيطرة فصائل المعارضة وشمال شرق سوريا. لذلك اليوم النظر إلى الشركات الصينية وهي شركات عملاقة وكان لها استثمارات كبيرة في سوريا قبل هذا الحرب، إن كان في مجال النفط وإن كان في مجال الاقتصاد ومجالات الصناعة، يأمل السوريين اليوم بعودة هذه الشراكات، وهي كما ذكرت هي مقبولة بالنسبة للسوريين جميعا، على عكس وخلاف ما يتم الحديث عن روسيا وإيران، هناك مشاريع لتلك الدولتين أبعد من الموضوع الاقتصادي كما يتناول بعض المحللين في سوريا، لكن بالنسبة للموضوع الصيني هو يركز على الجانب الاقتصادي بعيد عن أيديولوجيات أخرى. شكرا خليل. نعم داليا، أنا بشكرك شكرا جزيلا. خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق.